هل كثرة الحركة في الصلاة تبطلها؟ وكم عدد الحركات التي تبطل بها الصلاة؟ حركات في الصلاة على قسمين. قسم الأول حركة يحتاج إليها الإنسان، فهذه لا بأس بها، كان يحتاج إلى أخذ شيء أو وضعه أو تعديل ثوب أو عمامة يحتاج إلى تعديلها، فهذا شيء لا بأس به، أو فتح باب أمامه، أو تقدم أو تأخر للحاجة، لا بأس بذلك كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح الباب لعائشة وهو في الصلاة. كذلك كان صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت زينب بنت بنته وهي طفلة صغيرة يحملها في الصلاة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فهذا دليل على أن الحركة اليسيرة للحاجة لا بأس بها. طيب، القسم الثاني الحركة التي لغير حاجة، فإن كانت يسيرة فهي مكروهة تنقص هيئة الصلاة، أما إذا كانت كثيرة وتوالت فإنها تبطل الصلاة. إذا كانت الحركات لغير حاجة وكانت كثيرة وكانت متوالية بهذه الشروط الثلاثة فإنها تبطل الصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الإخوان يقول هذه حركة عفوية، هل للشيخ صالح من تعليق؟ الحركة العفوية التي لم يقصدها لا تؤثر عليه إن شاء الله، الحمد لله، لأنه قل من يسلم. نعم، الله المستعان، جزاكم الله خيرا.